هوية بريس. طبعا الجواب ديالنا على السياسات الاجتماعية التي تنهجها الحكومة الحالية بقيادة أخنوش هو اختزلناه في الشعار الذي رفعه الاتحاد الوطني للشغل المغرب، اللي هو تعبئة وطنية لمواجهة غلاء الأسعار، لأن نعي جيدا على أن الانهيار المتتالي للقدرة الشرائية وعلى أن ارتفاع الأسعار خصوصا في المواد أو ما يسمى بالمواد الأساس المرتبطة بالمعيش وبالقفار وبالتغذية ديال المغاربة، اليوم تنقولوا بأن مجموعة من السياسات الخاطئة واللا شعبية خصوصا على المستوى الفلاحي هي تؤدي بنا إلى أزمة غداء وتؤدي بنا كذلك إلى أزمة عطش. ولذلك اليوم الاتحاد الوطني للشغل المغربي باختياره لهذا الشعار فهو اختار أن ينبه الحكومة وأن يصرخ في وجهها من أجل أن تقوم بتصحيح يعني مسارات والإجراءات ديال السياسة الاجتماعية المتبنت خصوصا في ظل الحوار الاجتماعي يروج لكثير من الأغاليط والكثير من يعني من الأرقام الغير الدقيقة. أظن على أن مخرجات الحوار الاجتماعي لم تكن في مستوى تطلعات الشعب المغربي، لم تكن في مستوى تطلعات الشغيلة المغربية، كذلك لم تكن في مستوى التحديات التي يفرضها الواقع الاجتماعي والاقتصادي. وطبعا الاتحاد الوطني للشغل المغرب في ظل استهدافه في تمثيلياته وفي تواجده وكذلك محاولة إقصائه من الحوار يعني الاجتماعي والقطاعي فلم يبقى أمامه إلا أن يختار خط النضال وخط التصدي وخط مواجهة هذه السياسات التي تعصف بالاستقرار الاجتماعي والتمسك الاجتماعي.